محاسبة قطر، فقد طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر الشعوب الأصلية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته وسياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً. وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر والتي عقدت على هامش الدورة 39 للمجلس أنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مع النظام القطري، مطالبين باسترداد الجنسية التي نزعت منهم ظلما وعدوانا.